أنها ترفيهية، فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية، وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم، ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أو ضعف. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستورداً لأقذر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا.